حبيبنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد يا رسول الله انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجلوت الظلمه وجاهدت في الله افضل جهاد حتى ذاك اليقين. اللهم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأكارم، ونظر الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا مرارا وتكرارا في هذه الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا مرة أخرى سرمدية أبدية في جنته ومستقر رحمته ودار كرامته مع إمام الدعاة وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب، نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك ألا تعذب جمعا التقى فيك ولك. اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك. اللهم ولا تعذب ألسنة تخبر عنك. اللهم ولا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم ولا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، يطيب لنا أن نعيش اليوم مع حضراتكم في رحاب هذا الموضوع، ألا وهو: لماذا اختار الله العرب لحمل رسالة الإسلام؟ لماذا اختار الله العرب لحمل رسالة الإسلام؟ وبريز الله سبحانه وتعالى أن يسين بيس أن بلسن أبن أول رفق محمد صلى الله عليه وسلم. My dear brothers and sisters, I remind myself first, then I remind you all to fear Allah subhanahu wa ta'ala the way he should be feared. Allah azza wa jal told us in the Quran Kareem, Surah Al-Imran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Oh, you believe, fear Allah subhanahu wa ta'ala the way he should be feared, and do not die except the state of Islam. May Allah Ta'ala make us all of the Muslims and the believers. Allahumma ameen ya Rabbil Alameen. My dearest brothers, today inshaAllah Ta'ala will talk about why Allah Subhanahu wa Ta'ala choose the Arab nation to be the nation or the carrier for the last message, al-Islam. Why Allah Ta'ala chose the Arab nation to be the carrier for the message of al-Islam. أيها الإخوة الأكارم، بابي ذي بدء، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن العرب؟ حين نقرأ سورة الجمعة يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين، أي العرب، أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب. والله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة وضح أن هذا الكتاب المعجز وهذا هذه الرسالة الخاتمة أرسلها الله تعالى بلسان عربي كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، حيث يقول الله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. العرب ورحم الله فاروق هذه الأمة حين قال العرب مادة الإسلام. فلماذا اختار الله تعالى العرب؟ حتى يكونوا حملة هذه الدعوة، وحتى يكلفوا ويشرفوا بأن يكونوا حملة آخر رسالة السماء إلى أهل الأرض. My brothers, الله سبحانه وتعالى in many parts of the Quran al-Kareem explain to us and taught us that the last word of him, the last message of Allah عز وجل was in Arabic language. The verse number 3 in Surah Yusuf عليه السلام, Allah Ta'ala said إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Indeed, we sent the Quran in Arabic language. لعلكم تعقلون. You may think about it. Allah سبحانه وتعالى also mentioned in Surah الشعراء talking about who carries the Quran from Allah to Muhammad عليه الصلاة والسلام. Allah said نزل به الروح الأمين. Indeed, the Holy Spirit جبريل عليه السلام he carries the message from Allah to you Muhammad على قلبك, to your heart, لتكون من المنذرين. So to be one of the caller to Allah subhanahu wa ta'ala بلسان عربي مبين, with the clear Arabic tongue. So Allah ta'ala mentioned Arab, Arab, an Arabic language. And Umar al-Faruq رضي الله عنه وارضاه, he said العرب مادة الإسلام. العرب is the foundation of this deen. And when we talk about Arab, is not the Arab by birth, but whoever speaks Arabic, he's Arabic. Because in the first days of Islam, there is Salman al-Farisi from Persia. He wasn't Arab, but he speaks Arabic, so become Arab. There is Suhaib al-Rumi. He wasn't Arab, but he speaks Arabic. And there is Bilal al-Habashi. He wasn't Arab, Bilal, but he speaks Arab. So the Arab is not by born, but whoever speaks Arabic, he's Arab. قال العلماء إن العربية ليست بأمنا وابي ولكن كل من تحدث العربية فهو عربي. The point is why Allah Ta'ala chose the Arab nation to be the carrier of Islam. Did you ever think about it? Why Allah Ta'ala choose from those people the last messenger to carry the message to the whole universe? When we look to the history of people and nations, and we look to the geographic of the landscape of the Arab land, at that time, there is two supreme power at that time, superpower at that time, two big countries, Al-Fursu or Rum, Persia and Byzantine. And both of them, they have many corrupt and many bad things in their beliefs. Talk about Persia first. They used to believe in Zaradich and Muzdik. And both these beliefs, they are away from the manners, from morality. Which means, in Zaradich and Muzdik, they allow the man to sleep with his wife, to sleep with his mom. They allow the man to sleep with his daughter, with his sister. They have no shame. And it's normal. And Kisra, Force,
يزدجر. He was married to one of his daughters. When Allah سبحانه وتعالى helped the Muslim in the battle of القادسية, when سعد بن أبي وقاص, he was the leader, and عمر was the خليفة. Who was the ruler of Persia at that time? يزدجر الثاني, the second. And he used to believe in Zaradish. He used to say he is the God for them. What he did? He was married for one of his daughters. So the Persian, they has many problems in their beliefs. The Byzantine, they used to follow the Bible. They was Christian. But they was divided to three groups. Every group fighting together. And they was even fighting who is Lord, what is Jesus exactly. And the normal life people, there is many corrupt in their life. So look now to Arabs. Arabs was away from all these problems. Arabs was separated in the whole Arab island, but they has some good qualities, which is they have what you call it al-iffa wal-karama, which they will fight and they will die for their daughters, or for their mom, or for the sisters. The biggest war called Du'af between Aus and Khazraj for 40 years because of one camel, for one lady, went to person garden and he killed it and they killed him. 4 years. When you look to Jahiliyyah, even before Islam, to tell you how Arabs has this honor, respect for ladies, for women. And when you look to the seerah, Abu Jahl, he was the biggest enemy for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is Fir'aun al-Ummah. When they gather together to and surround the house of Rasulullah alayhi salatu wasalam, in the night he migrated, they never thought about to walk in the house and get in to kill Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. One of them said to Abu Jahl, Ya Abu al-Hakam, why would not have broken in and getting and killing him? He's sleeping. And he wasn't there. It was Ali radiallahu anhu wa Allah. But from outside when they look, there is someone sleeping. But Abu Jahl said, shame on you. Do you want all the Arabs to make fun of us and to say you have no respect for our daughters? Which means the daughter of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl wasn't Muslim. He was the biggest enemy for Rasulullah alayhi wa sallam. But his human being and his characters stopped him from broken the door and getting to kill Rasulullah alayhi salatu wasalam because of his daughter. Sufyan, Abu Sufyan, before he became Muslim, when Herakl asked him about Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, imagine Abu Sufyan looked to Rasulullah as an enemy. And now is a good chance to say bad word about Rasulullah alayhi salatu wasalam in front of the Iraq, the leader of the Byzantine Arum. But Abu Sufyan never lied. And he said, I was able to lie on Muhammad, but I was afraid that people will say he's a liar. And he never lied. When Iraq asked him about Rasulullah, he said the truth. We talk about our mother, Umm Salama radiallahu anha, bint Zayd al-Raqib,
هند بنت عتبة بنت زاد الركب وشي مجريتي فروم مكة والمدينة وشي بيت زمان أمان زينة عثمان بن أبو طلحة. He refused to let her alone and he walked with her to المدينة. The Arabs have a good qualities and Allah subhanahu wa ta'ala put the holy house الكعبة المشرفة in Mecca. And Allah ta'ala said in the Quran al-Kareem in Surah Al-An'am, Allah a'lamu haythu yaj'al risalata. Allah subhanahu wa ta'ala knows where he will put his message. When you look and to look in the past, who would be a good fit to carry the message of Islam? Nothing but the Ummah of the Arab. And Allah Ta'ala said in the beginning of Surah Al-Jum'ah, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Why Abu Jahl wasn't accepted the Islam? Because he had believed that whatever his dad was doing is right. And Allah Ta'ala said about that two times in the Quran. When Allah Ta'ala said, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ Another verse. وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ Allah Ta'ala mentioned about the people of Quraysh, what they say to Rasulullah, they will tell Rasulullah Muhammad alayhi salatu wasalam, how come we believe in you and we found our fathers worshiping these idols and we are following their steps? So the Arab mentality was believing in one thing and they will die for it. يا أيها الإخوة الأكارم, لماذا اختار الله العرب؟ حين ننظر في التاريخ نرى أن العالم آنذاك كانت تتحكم فيه دولتان عظيمتان, دولة الفرس ودولة الروم. وهاتان الدولتان كانتا على انحلال خلقي وفساد اجتماعي كبير. فالفرس مثلا كانت تدين بمذهب الزردشتية والمزدكية. وكان هذان المذهبان على فساد أخلاقي وانحلال أخلاقي كبير جدا. حيث أن هذان المذهبان يبيحان للرجل أن ينام مع أمه وأخته وبنته وأن يتزوج ما شاء كيفما شاء. والمزدكية تبيح وتشيع العرض, فليس هناك شيء يسمى حدود. وإذا نظرنا إلى الروم فلم يكونوا أحسن حظا من هؤلاء, بل كانت الروم على اختلاف عقيدتها في نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اختلاف شديد, وكانوا يتناحرون فيما بينهم في نظرتهم إلى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما أمة العرب فكانت بعيدة عن هذه الحضارة المزرية, وكانت لديهم ثقافات, وكانت لديهم النخوة والكرامة والشهامة والمروءة. أمثلة على ذلك حين حاصر المشركون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة, حين خرج ويطلع عليهم قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هم محاصرون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا بأحد الشباب يتحدث إلى كبيرهم آنذاك أبو جهل يقول يا أبا الحكم لماذا لا نهجم على محمد فنقتله في عقر داره؟ فيصفعه أبو جهل ويقول قبحك الله, أتريد أن يقال عنا أننا هيجنا بنات محمد عليه الصلاة والسلام مع أنه على غير دينه وأنه ذاهب لقتله, لكنه يحترم حرمة الإناث. أبو سفيان حين قابل هرقل وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان كان مشركا وينظر للنبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته أنه عدو له,
لما سأله هرقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أجابه بالصدق وقال بعد ذلك عن نفسي: وكنت قادرا على أن أكذب ولكني خشيت أن يقال عني أني كذاب. أخلاق، أخلاق. أمنا أم سلمة رضي الله عنها في رحلتها خرجت وحيدة مع وليدها، من الذي أعطاها الناقة وسار معها يؤمن لها طريقها؟ رجل عربي لم يكن على دينها، عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه، والله أسلم على فتح. فالنقة والشهامة عند العربي لم تكن موجودة عند غيره، فلذلك استحقوا أن يحملوا وأن يشرفوا بحمل هذه الرسالة. والله سبحانه وتعالى قال عن ذلك: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ثم فصل الله تعالى هذا الأمر وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاختيار الله تعالى لماذا؟ لأن في هذا الموضع بيته العتيق الذي جعله الله تعالى للناس مثابة وأمنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أو كما قال: ادعوا الله واتقوه ليجعل لكم مسجدا. بأننا حملة هذه الرسالة فيجب علينا أن نبلغها امتثال الأمر الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وامتثال لقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فاختيار الله تعالى لأمة العرب تكليف أكثر منه تشريف، حتى نقوم بواجب الدعوة. حين ننظر عن موقع الجزيرة العربية نجدها في قلب العالم، وسماها الله تعالى في كتابه الكريم أم القرى، كما قال سبحانه وتعالى جل في علاه: لتنذر أم القرى ومن حولها. لماذا أم القرى؟ لأنها هي وسط العالم. فحين ننظر إلى اختيار الله تعالى لأمة العرب حتى يكون حملة هذه الرسالة، للكفاءات التي تتوفر عند العربي ولا تتوفر عند غيره، واختيار الله عز وجل لأمة العرب تكليف بأن يخرج منهم سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. حين دعا نبي الله إبراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام بعد أن فرغ من بناء البيت: ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا نبي الله إبراهيم أن يخرج الله تعالى من هؤلاء الناس من يدعوهم إلى دين رب الناس سبحانه وتعالى. So my dearest brothers, when Allah سبحانه وتعالى chooses the Arab nation to be the carrier of the last message, it was an honor, yes, but it was obligatory upon them. Heavy load in their shoulders to carry this message to everyone. Because Allah Ta'ala mentioned this message is not only for Arabs, it's not only for the Arab in Syria, but for all mankind. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. About the message of Rasulullah عليه الصلاة والسلام, mercy for all mankind. So whoever follower of Rasulullah عليه الصلاة والسلام, he should follow and call as a reward to this message.
And again, when we look again to the what is Arabs, whoever speaks Arabic is Arabs. It's not only for one race. Anyone can speak Arabic, he's Arab. And this is honor for all the Muslims. Allah Ta'ala sent the Quran by Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala put this people in this area, the center of the whole world. Allah Ta'ala mentioned in Surah Az-Zukhruf, لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Allah Ta'ala said, to invite the mother of all villages and whatever surrounded it. When the scholar explained about the mother of the whole villages, أُمَّ الْقُرَى, he said, Mecca is the center of the whole universe. Mecca is the center of the earth. Allah subhanahu wa ta'ala makes this to teach us. We have to do our duty. We have to do as Sahabat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did after Rasulullah alayhi salatu wa sallam died. Whoever has the Islam, whoever one of the followers of Rasulullah alayhi salatu wa sallam, he should do his duty towards the Islam and invite others to be a Muslim. May I ask Allah subhanahu wa ta'ala to strengthen our iman. And may I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from the good Muslims, Allahumma ameen ya rabbal alameen. And may I ask Allah subhanahu wa ta'ala to strengthen the iman and Islam in our generation's hearts. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless our kids and our families and forgive us all, Allahumma ameen ya rabbal alameen. Allahumma inna nas'aluka rabbana rabba kulli shay'in wa malikahu أن تميتنا على لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما انت به اعلم، انك انت الله العز الاكرم. واقم الصلاه، ان الصلاه كانت على الكتاب المنفوخ.